السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص للتطبيق والاستثمار، صفحة 48، على بركة الله. إذا هذه الصفحة 48. إذا جاء جبريل عليه السلام على صورة أعرابي وجلس حتى ألصق ركبته بركبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال. إذا هذا النص كيشبه حديث، هو حديث جبريل بصيغة أخرى، يعني بتصرف اللي شفنا في السادس طبيعة الحال، ديال الإيمان، الإسلام، الإيمان، الإحسان. إذا نمشيو للأسئلة. عودي إلى النص وعرفي ما يتي. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما الإحسان فكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نكتبوا هادو باش ندوزو للسؤال رقم 2 أو رقم 2 اللي يعجبك. نعم، وما تنساوش ابوني، دير ابوني سهله، كليكي على ابوني، دير واحد الاعجاب. اذا الهدف من الحوار بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم اختبار درجه تمثل النبي لمعاني الاسلام والايمان والاحسان والساعه، تعليم الصحابه معاني الاسلام والايمان والاحسان والساعه. اذا الجواب هو هذا، قال لك عزيز جوابك بعبارة من النص. إذا كما جاء في النص جلست العبارة هذه، فإنه جبريل أو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، دينكم، إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو دينكم، أو كما جاء في النص أمر دينكم. اقترح عنوانا، عنوان درت حديث جبريل كما كان عندنا في المستوى السادس اللي عقلت عليه، حديث جبريل. نمشيو أنشطة التطبيق. أشكل من بداية النص إلى صدقت بالشكل التام. إذا جاء جبريل عليه السلام، ديما هذا عندنا مشكل في هذا الألف، نديرو الكميم صغيرة ما عنديش كيفاش نديرها. إذا جاء جبريل عليه السلام على صورة أعرابي وجلس حتى ألصق ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ أصلحت الاستفهام هنا ياك. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. إذن نصحو باش نكملو. نكمل. استخرج من النص 5 أفعال صحيحة وزنها وحدد نوعها. إذا جلس، وزنه فعل، نوعه سالم، صحيح سالم، لأنه خالي من حروف العلة، عفوا حرف بين، لأنه صحيح ما فيش تضعيف وما فيه الهمز. إذا لصق، فعل، سالم، شاهد، من أشهد، شاهد، وخا، سالم على وزن فعل أو فاعل، آمن، 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 هذا مهموز،
عندنا حجة فاعلة وتما عندنا إذا هما هادو كما كتشوفوا حجة فعل صحيح مضاعف. إذا شوفوا بينما صححنا نكملوا سؤال آخر. نعم، إذا استخرج من النص 3 أفعال معتلة وحدد وزنها ونوعها. إذا المعتلة: جاء، فعل، أجوف، قال، فعل، أجوف، رأى، فعل، ناقص. لأنك الهمزة ماشي الهمزة صحيح، صحيح الحرف صحيح، ولكن على ألف مقصورة فهو ناقص. إذا قام، فعل، أجوف. إذا نحن درنا 4. إذا صحو. نعم، إذا أعرب يا صادق الإيمان ما الجحود؟ هو حرف نداء صادقة، منادى منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الإيمان مضاف إليه مجرور على متجر الكسرة الظاهرة على آخره. ما أداة استفهام الجحود؟ خبر مرفوع، بحال نقولوا ما هو في الأصل في الجملة هو ما هو الجحود. إذا الجحود خبر مرفوع بالضم الضائع الآخر مبتدأ محذوف تقديره هو، يعني الأصل في الجملة هو ما هو الجحود، ما هو الجحود، فهمتي؟ إذا اكتبوا هادشي. لأن قالنا شيء واحد وهو صلوا على رسول الله.